بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة والأحبة في الله تبارك وتعالى في كل مكان، نحن بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى مقبلين في هذه الأيام ما يوافق 12 نوفمبر إن شاء الله، بعد 10 أيام أظن أو أكثر من هذا، مقبلين على شراء هذا المسجد. ونحن في هذه الأيام، وكما تعلمون جميعا في العالم الإسلامي والعربي وغير ذلك، في كل البلدان خصوصا الإسلامية، نتكلم عن المسلمين في كل مكان، وخصوصا في هذه المدينة خنت، وفي بلجيكا عموما، وفي كل مكان نحن مقبلين على شراء هذا المسجد. ولكن صعب علينا في هذه الأيام من هذه، أنه في هذه الجائحة يعني كورونا، وكل المساجد كانت مغلقة، وقد اشترى الإخوة هذا المكان ونحن ندرس فيه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى توحيد الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بفهم سلفنا الصالح والأئمة المجتهدين العظام رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وكذلك مما نصنع في هذا المسجد خطب الجمعة والدروس، كذلك يوم السبت، وأحيانا بعد الدروس التفاسير بعد صلاة الفجر يوم السبت والأحد، ثم كذلك تعليم الأولاد موجود معنا السبت والأحد ويوم الأربعاء إلى غير ذلك. لكن عندنا مشكلة في قضية الأزمة، في قضية الشراء، فالإخوة عندهم أزمة لأن جائحة كورونا مرة أخرى. اشتروا هذا المكان ب 350 ألف أورو، ودفعوا 130، وبقي لهم تقريبا 200، يعني تقريبا نعم 220 ألف أورو، ثم زائد عليه الكتابة. فأحبتي في الله تبارك وتعالى، في كل مكان خصوصا في بلجيكا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وفي جميع البلدان الإسلامية، يعني ندعوكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أن تساهموا معنا وأن تتعاونوا معنا، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إذ يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من البر وهذا من التقوى، وهذه صدقة جارية قد حث عليها القرآن كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل في هذه الكلمة، فندعو الرجال والنساء والكبار والصغار أن يمدوا يد المساعدة الإخوة حتى نقرأ كتاب الله في هذا المسجد ونصلي في الصلوات الخمس، وندعو إلى طريقة النبي ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم كذلك الأطفال الصغار توحيد الله عز وجل، والتربية الإسلامية كذلك مما يتعلق بالصلاة والفقه الإسلامي. ثم ندعو كنا كل يعني كل إنسان، رجلا كان أو امرأة، أن يساهموا معنا بارك الله فيكم، ولا تبخلوا علينا جزاكم الله خيرا، فهذه صدقة جارية تبقى إلى يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وحياكم الله وبياكم سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير.